بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إننا نشكر البروفيسور بابا دوبروس على كلمته الطيبة، ونذكر أيضا علاقات المودة بيننا وبين أخواتنا الأرثوذكس من كنائس اليونان والكنائس الأرثوذكسية البيزنطية كلها، ونتطلع جميعا إلى اليوم الذي يمكننا فيه أن نتناول معا من مذبح واحد. وقد تفضل البروفيسور بابا دوبلوس و وألقى بعض محاضرات أمس ويوم الاثنين والثلاث لمعهد الرعاية ولطلبة الكلية الإكليريكية في أقوال الآباء وفي نشأة الكنيسة وعلاقتها بالمسيح وعن القديس أيضاً يوحنا ذهبي الفم. واحد طالب مني بيقول نداء إلى الدكتور عصام ميلاد لإجراء عملية جراحية عاجلة الآن في المستشفى الإيطالي، إذا كان موجود في الاجتماع يتفضل يروح يعمل العملية اللي طالبينه ليه. أنا جاتني ورقة قبل كده كنت فاكر إن الشخص اللي بيجري العملية هو الشخص اللي بتجرى له العملية، إذا كان الدكتور عصام ميلاد موجود يتفضل يروح المستشفى الإيطالي عايزينه في عملية عاجلة. بسم الأب والابن. أتابع معكم حديثنا في الأسبوع الماضي عن قدوة السيد المسيح لنا، السيد المسيح في حياته الإنسانية كان يتميز بطاعة الناموس وطاعة النظام، هو مثلا تقدم إلى معمودية التوبة ولم يكن محتاجا إلى معمودية التوبة لأنه كان قدوسا بلا خطية، لكن ما دام هذا الأمر سائد ليكن تقدم إليه. ولما قال له يوحنا المعمدان أنا المحتاج أن أتعمد منك، قال له ينبغي اسمح الآن، ينبغي أن نكمل كل بر، فلا بد أن يكمل هذا البر الذي يسلك فيه الناس مع إنه هو غير محتاج إليه. نشكره لأنه ناب عنا جميعا في هذا الأمر، وهو أيضا صام الصوم الذي نحتفل به في الأربعين المقدسة مع إنه لم يكن محتاجا إلى صوم. نحن نصوم لنخضع الجسد وهو ليس محتاجا إلى إخضاع الجسد، ونحن نصوم لكي ترتفع الروح
وتكون في حالة اتصال أقوى بالله، وهو ليس محتاجا، لم يكن محتاجا إلى أن ترتفع الروح وتتصل بالله، دي حاجة موجودة عنده لشيء طبيعي مش محتاج لصوت. هو أيضا صنع الفصح مثلما هو في الناموس، بينما كان هو نفسه الفصح الحقيقي الذي سيقدم عنه، كما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5-7: لأن فصحنا أيضا المسيح ذبح لأجلنا. مع إنه هو الفصح، لكن ما فيش مانع يحتفل بالفصح مثل باقي الناس. كان زمان اللي يقوم بعمل الكهنوت مش ممكن يقل عن 30 سنة، ومع انه لم يكن خاضعا لقانون الكهنوت اللاوي الهاروني، لانه جاء على كهنوت ملكي صادق، لكنه خضع ايضا لهذا الناموس، ولم يبدأ خدمته الا في سن 30، مع انه كان يستطيع ان يعلم قبل ذلك بكثير، بل منذ ولادته من الناحية اللاهوتية. من الناحية البشرية وهو في سن 12 في أورشليم كان يكلم الشيوخ والمعلمين بطريقة بهتوا جميعا من تعليمه ومن كلامه ومن حسن أجوبته، لكن فضل منتظر لغاية سن 30، ما فيش معنى. هو فعل هذا، بل ودع الناس أيضا إلى التمسك بالناموس والوصايا. لما شفى الأبرص قال له اذهب وأري نفسك للكاهن وقدم التقدمة اللي بيطلبها الناموس. يعني كان يطيع الناموس ويدعو الناس إلى طاعته. وقال قولته الجميلة: ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. السماء والأرض تزولان، لكن حرف واحد من الناموس لا يزول. أما حينما قال: سمعتم أنه قيل للقدماء كذا وكذا، أما أنا فأقول لكم، فلم يكن ينقض الناموس، إنما كان يوضح لهم روحانية الناموس كما ينبغي أن تكون. يعني جاء يعلمهم التعليم الصحيح أو يفسر لهم هذا التعليم الذي كان في القديم، ولم يعطى لهم بطريقة سليمة من معلمين مخطئين كالكتب والفريسيين، بل حتى هؤلاء الكتب فيما كانوا يقولونه صدقا. المسيح قال في متى 23: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، كل ما قالوه لكم افعلوه، لكن لأعمالهم لا تنظروا. هو كان يطيع الناموس في كل شيء، ويعطينا بهذا مثالا. السيد المسيح في حياته على الأرض جمع بين أمرين
يبدو بينهما شيء من الصعوبة. يعني في ناس في العالم بيهتموا بحياة التأمل والوحدة، وناس بيهتموا بحياة الخدمة، وقليل هم الذين يستطيعون الجمع بين الاثنين. السيد المسيح استطاع أن يجمع تماما بين هذين الأمرين. كانت له حياة الوحدة والصلاة والتأمل، وكانت له أيضا حياة الخدمة والعمل الاجتماعي الكامل. كان له حياة الصلاة في كمالها، وكان له أيضا الحياة الاجتماعية في كمالها. من جهة حياة الصلاة بالنسبة للسيد المسيح، على الرغم من خدمته الواسعة جدا، كان كما قيل في الكتاب كان يقضي الليل كله في الصلاة. كان له جبل الزيتون مكانا للخلوة والوحدة والصلاة. عجيبة جدا الآية التي قيلت في إنجيل يوحنا إصحاح 8 آية 1: مضى كل واحد إلى خاصته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. ولما اختار تلاميذه قيل إنه قضى الليل كله في الصلاة. كانت حياة البرية وحياة الجبل محببة إليه. في حياته جبل الزيتون، وفي حياته جبل التجربة، حيث قضى 40 يوما في الصوم والصلاة. وفي حياته جبل طابور، جبل التجلي. وفي حياته أيضا جبل الجلجثة، حيث قدم نفسه فداء عنه. في حياته الجسدية البرية كثيرا ما كان يعظ في الجبل، في البرية، ويعظ على الجبل، وهذا جبل آخر في حياة الرب، جبل العظة. ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، فقدم إليه تلاميذه فخاطبهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، إلى آخره. ومن اهتمامه بهذا الأمر أعطانا فكرة عن الصلاة بلا انقطاع، وأعطانا مثلا عن هذا في لوقا 18 أول الإصحاح. وكتب لنا إنجيل يوحنا صلاة طويلة له في إصحاح 17. الصلاة عند المسيح غير الصلاة العادية عندنا. ده الصلاة عبارة عن نوع من يعني التأمل في بين الآب والابن، وهو ثابت في الآب والآب ثابت فيه. مش كل واحد يقدر يصلي زي صلاة المسيح، مش سهل. من ناحية البشرية ممكن يصلي،
ولو ما صلاش الناس يقولوا ده مش بتاع ربنا، ويصلي لكي يعلمنا الصلاة. لكن هي صلة، صلة قوية عميقة بين الأب والابن، بين الابن المتجسد والأب. التلاتين سنة اللي قضاها في الأول ما في شك كانت فترة خلوة وتأمل وصلة برضو. أمال كان بيعمل فيها إيه؟ ما هو مدام ما فيهاش خدمة يبقى كانت كده. والأربعين يوم اللي بعد العماد، بل أيضا الأربعين يوم اللي بعد القيامة كان بيظهر للتلاميذ في بعض أوقات، يقعد معاهم ويكلمهم خلال الأربعين يوم، لكن في أوقات كان بيبقى لوحده. ولذلك في أول مرة قال للمريمتين: اذهبا وقولا لإخوتي أن يمضوا إلى الجليل، هناك يرونني. فكان هناك في الوحدة والخلوة والتأمل برضه. ومدح المعمدان الذي عاش حياة خلوة وتأمل وعاش حياة الجبال، وظهر مع إيلية اللي كانت حياته في الجبال أيضا، ومع موسى، مع موسى وإيلية، عشان يرينا ان هو يطوب الحياتين معا ويبارك الحياتين معا، حياه الخلوه والتامل التي كانت لإيليا، وحياه الخدمه وزحام الناس التي كانت لموسى النبي. ونرى انه ان الله كان دايما يظهر لكثيرين وهم وحدهم، حتى إن ربنا في العهد القديم قال لإبراهيم: اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك، هناك أباركك وأجعلك بركة. هو يحب هذه الحياة، حياة التأمل هذه. وإحنا في فترة صوم ويليق بنا هذه الحياة أيضا، زي ما الكتاب بيقول: قدسوا صوما نادوا باعتكاف. مش مجرد صوم للجسد، الصوم والصلاة مع بعض. بينما كان في حياة التأمل هذه وحياة الوحدة وحياة الجبال وحياة البرية، كان أيضا إنسانا اجتماعيا في عمق الحياة الاجتماعية. كان رجل جماهير، كانت الجماهير تزحمه في كل مكان، زي في قصة زكى العشار ما قدرش يشوفه من زحمة الجماهير، زي في قصة الخمس خبزات والسمكتين وقصة السبع برضو، كان آلاف من الناس تتبعه وهو يعز، وعلى الجبل الجموع، لما أبصر الجموع كان رجل جماهير. في قصة المفلوج كان موجود في بيت ما استطاعوش يدخلوا المفلوج من الزحام الكثير، نزلوه من السقف. كان رجل جماهير ورجل زحام، والمرأة نازفة الدم لما قالت ألمسه الناس قالوا إيه، وهو قال: من لمسني؟ قالوا له: كل الزحمة اللي حواليك دي وبتقول من لمسني؟ كان يجمع بين الاثنين، بين زحام الجماهير وبين حياة الوحدة وحياة التأمل، بين الخدمة مع الناس وبين الوجود مع الآب والسهر طول الليل في الصلاة. وكان في خدمته يجول يصنع خيرا،
عجيبة جدا شعبية السيد المسيح هذه، محاط بالناس في كل مكان، في البرية، في الجبل، في البيوت، في الطريق، على شاطئ البحيرة، معلم يقول من مكان إلى مكان، من قرية إلى قرية. كان المسيح معلما متجولا، ليس له أين يسند رأسه. من محبته للناس كان هو الذي يذهب إليهم، هو اللي يبدأ المبادرة. يذكرني بالأسقف العام الذي ليست له إبارشية تقيم حدودا لخدمته، إنما هو في كل مكان في كل موضع. وفي حياته الاجتماعية كان يعطي ولا يفكر إطلاقا أن يأخذ، يعطي، لم يأخذ من المجتمع وظيفة معينة، فلم تكن له وظيفة رسمية في المجتمع، لا هو كاهن رسمي في المجتمع، لأن الكهنة من سبط لاوي من بني هارون وهو من سبط يهوذا، ولا معلم رسمي في المجتمع لأنه لم يكن من طائفة المعلمين، لكن الجميع اعترفوا به كمعلم وكمعلم صالح. لم يأخذ من المجتمع بيتا فلم يكن له أين يسند رأسه، ولم يأخذ من المجتمع مرتبا لم يكن له مال رسمي، يعني إذا كان الناس بيوضعوا في الصندوق يوضعوا. ولم يكن له وظيفة رسمية مدنية ولا دينية، لم يأخذ من المجتمع شيء، هو أعطى المجتمع كل شيء، أعطى المجتمع حبه وخدمته، وقال إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه عن كثيرين. كان يقول يصنع خيرا، ياريت العبارة دي بس حتى لوحديها نتعلمها منه، يقول يصنع خيرا، يطوف المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. كان الشعب كله يأتي إليه بضعفاته بمتاعبه بأوجاعه لكي يريحهم منها، وحتى إن لم يأتوا إليه كان يقول لهم تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صفة جميلة للسيد المسيح إنه كان مريح التعابة. بس كان في نقطة في حياته الاجتماعية لازم نركز عليها، كان يحب الناس المتواضعين والودعاء والطيبين، وكان دائما ضد المتكبرين والمتعجرفين. كما قيل فيما بعد في رسالة يعقوب الرسول إصحاح 4، إن الله يقاوم المستكبرين،
أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. خدمة السيد المسيح لم يكن لها حدود، يعني الثلاث سنين وربع تقريبا اللي قضاهم من سن الثلاثين وهو يخدم كانت أوقات مركزة جدا جدا إلى أبعد الحدود، مركزة في التعليم ومركزة في الرعاية ومركزة في الحب كل المدات. ومع ذلك وجد له أعداء. الواحد يستعجب إزاي المسيح الذي أعطى الناس كل حبه وكل قلبه كان له أعداء. كان له مقاومون كثيرون، كان يقاومه الكتبة والفريسيون والكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب والصدوقيون والناموسيون. ايه ده كله؟ وقيل عنه في المزمور الثاني: قامت مملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. مقاومون كثيرون. بل حتى أيضا قيل عنه إنه جرح في بيت أحبائه، وقيل عنه: الذي أكل خبزي رفع علي عقبي. ووسط بذله الكامل وحبه الكامل قوبل بشتائم لا تحصى. قالوا عنه: أليس حسنا؟ قلنا: إنك سامري وبك شيطان. وقالوا عنه: إنه أكول وشريب خمر، وإنه ماشي مع العشرين والقطاع، وإنه إزاي يدخل بيت رجل خاطئ. وقيل عنه إنه كاسر للسبت وناقض للناموس. وقيل عنه أنه يعادي قيصر. وقيل عنه أنه ببعل زبول يخرج الشياطين. وقيل عنه أنه ضال ومضل. وأحصي بين أثره، وفي كل ذلك كان كشاة تساق إلى الذبح لم يفتح فاه. في إحدى المرات أمسكوا حجارة ليرجموه، ووصفوه أيضا بالتجديف. قالوا له: لسنا نرجمك من أجل عمل حسن، بل من أجل تجديف. وقيل عنه إنه رجل أوجاع ومختبر الحزن. ورئيس الكهنة شق ثيابه وقال: قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود. وأكثر من هذا كله إنه كان يحمل خطايا العالم كله. كل خطايا العالم وضعت فوق رأسه. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعا. الذي بلا خطية دعي خطية من أجلنا، ومصدر كل بركة وضعت عليه كل لعنات الناموس، فصار لعنة لأجلنا، كما قيل في الكتاب: ملعون كل من علق على خشب. حتى أصحابه في كثير من الأوقات تخلوا عنه
وقال لهم عبارته المؤثرة: تتفرقون كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، ولكني لست وحدي لأن الآب معي. ومع ذلك وسط كل هؤلاء كان يقول يصنع خيرا، يعمل خير في كل حد، وكان أيضا من صفاته التي قدمها لنا كمثال التأمل، التأمل في كل شيء وبخاصة في الطبيعة، يعني التدريب جميل إن إحنا الماديات نستخرج منها الروحيات، وهذا ما كان يفعله السيد المسيح. أعطانا مثل الزارع الذي خرج ليزرع، والبذار اللي سقطت على الحجر أو سقطت على الشوك أو سقطت في الطريق أو التي لم يكن لها أصل فجفت، أو التي أعطت ثمراً 30 و60 و100، وقدم لنا تعليماً روحياً من مثل الزارع، وقدم لنا تعليماً روحياً أيضاً من مثل الزوان الذي ألقي وسط الحنطة، وقدم لنا تعليماً من طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن ولكن الله يقوتها. أعطانا مثل عن الإيمان والاعتماد على ربنا سواء في الأكل أو أيضا في الملابس، يقول: تأملوا زنابق الحق، ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منها. له تأمل في طيور السماء، له تأمل في زنابق الحق، له تأمل في الزرع، في الزوان، في الحنطة، في الشوك، وله تأمل أيضا في الصيادين اللي بيقول يشبه ملكوت السماوات، صياد رمى شبكته وجمع إلى آخره. له تأمل في العرس والعريس والعروس، ليه تأمل في كل حاجة. يعني خلى كل من الحاجات اللي أمامه تكون مصدر تأمل، تأمل في الكرمة والأغصان، وقال لهم: كل غصن فيا لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار، واللي بيصنع ثمر ينقيه ربنا ليصنع ثمر أكثر. حتى في الشجر اللي ما صنعش ثمر وصبر عليه وزرعه وقال اتركه هذه السنة أيضا ريثما أنقب حولها وأضع زبلا إلى آخره. كان عجيب ربنا في هذا الأمر، في تأملاته الكثير، ويدعو أولاده إلى التأمل ويقول لهم: تأملوا، تأملوا طيور السماء، تأملوا زنابق الحق، تأملوا الصيادين، تأملوا التجار وأصحاب الوزنات واللي بيتاجر ويربح. أراد إن الماديات اللي قصدنا كلها دي نحولها إلى روحيات. يا ريت نقدر نعمل كده، نحول الماديات إلى روحيات، تلاقي عمارة كبيرة قصادك كده وناطحات سحاب، تقول: أهو ده البيت الذي بني على الصخر وتقوم الزلازل والرياح وما تعملوش حاجة، أهو يا ريتك تبقى كده. تلاقي البيوت اللي هدها الزلزال تقول: أهدي اللي كانت مبنية مش مظبوط ومبنية على الرمل أو ملهاش أساس قوي. كل حاجة تخرج منها تأمل، كله يعني ربنا علمنا كده. أي حاجة تتذكر بها أشياء أخرى،
تلاقي كرسي قصادك انت قاعد عليه تقول للسماء كرسي الله والارض موطئ قدميه، تقول هناك 24 قسيسا جلوس على كراسيه، تقول في الدينونه قل لهم تجلسوا على 12 كرسي وتدينوا، كل حاجه تلاقيها قصادك. النور تلاقي فيه تامل، الظلمه تلاقي فيها تامل، الطبيعه تلاقي فيها تامل. كان السيد المسيح هكذا يريد ان يجذب الناس الى حياه التامل، وهو نفسه كان يفعل هكذا ويضرب للناس امثله من الحياه المحيطه بهم عشان ياخدوا منها دروس. كان السيد المسيح في فترة خدمته على الأرض أو في حياته في فترة تجسده كان يمثل أيضا الحكمة، بل المعروف عنه أن هو أقنوم الحكمة. في كورنثوس الأولى 1:24 يقول عنه أن هو حكمة الله وقوة الله. كان بيتصرف بحكمة في كل شيء، وقيل عنه أنه مخبأ فيه كل كنوز العلم والمعرفة. لما كان وسط الشيوخ كانوا معجبين من حكمة الرد، الردود اللي بيردها كانوا يتعجبون من إجاباته. في حكمة جاوبهم لما قالوا له نعطي جزية لقيصر ولا لا، لو قال لهم اعطوه يقول ده ماشي مع الرومان ضدنا، ولو قال لهم ما تعطوهوش يبقى خاين للدولة. اجاب بحكمة، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ارادوا ان يصطادوه بكلمة، ولكنه باستمرار كان يجيب بحكمة. في مسألة السبت نفس الوضع، ازاي تشتغل في يوم سبت؟ فشرح لهم بحكمة كيف يمكن ان الانسان يعمل الخير في يوم سبت، وقال لهم كلام ما عرفوش يردوا عليه. يعني مسأل لهم الشريعة بتقول تختن الطفل في اليوم الثامن، فافرض اتولد يوم سبت هيبقى اليوم الثامن يوم سبت، يبقى هل ختانته تعتبر عمله ضد الناموس ولا هي ماشيه؟ قال لهم الكهنه يدنسون السبت وهم ابرياء. يدنسون يعني انتوا فاكرين انهم بيكسروا السبت؟ قال لهم لو وقع حمارك في يوم سبت تقيمه ولا لا؟ لو وقع خروفك في يوم سبت تقيمه ولا لا؟ ايه ليجيب بحكمه. ولذلك كان السيد المسيح قوي في اجاباته، قوي في اجاباته. ومره بحكمه لما سالوه عنه نفسه جاي منين ورايح، قال لهم يوحنا المعمدان كان من الله ولا من الناس؟ فارتبك. لو قالوا من الناس يرجموه من الناس ان ده مش بتاع ربنا، ولو قالوا من ربنا طب ما تبعتهوش ليه؟ فأبكموا ما عرفوش يجاوبوا. كان ليه اجابات حكيمه كده بالذكاء عجيب يسكت الناس اللي قصاده. لما الصدوقيون الذين ينكرون القيامه افتكروا انهم يعني يحرجوه عن المراه اللي اتجوزت واحد ورا واحد ورا واحد سبعه لمن تكون في السماء، قال لهم في السماء يكونون كملائكة الله في السماء لا يتزوجون، قال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. حكاية معرفة المسيح بالكتب دي بند آخر. طبعا هو أقنوم المعرفة،
لكن يعني كإنسان معرفته بالكتب كانت قوية، كان يرد على كلمة مكتوب بمكتوب أيضا بحكمة، بحكمة لا يستطيع أحد أن هو يرد عليه. كان يعرف متى يسكت ويعرف متى يتكلم. حينما تكون الحكمة أن يتكلم كان يتكلم، وحينما تكون الحكمة أن يصمت كان يصمت. هكذا كان السيد المسيح مثالا في كل شيء. في وقت يتهموه ما يردش، وفي وقت يتهموه يرد ويدافع لإثبات مبدأ. نكتفي بكده، تفضل سيدي.